السلام عليكم ومرحبا بكم وألف مرحبا بجميع الجاليات من هذا المنبر هذا. لليوم الجمعية الكندية لعيد الأضحى كتنظم هذا اليوم هذا اللي في الدورة الأولى ديالو، كنتمنى تكون الثانية والثالثة والرابعة إلى ما لا نهاية. وحنا هنا كنمثلوا القناة الجديدة اللي كاينة في المغرب اللي هي علاج تي في، وهذا علاج تي في هي كتخص يعني بمواضيع اجتماعية فنية ثقافية. فكنقول لجميع الجاليات مرحبا بكم في أي موضوع، مرحبا بكم أنكم تحضروا معنا ونتكلموا على أي موضوع وتشاركونا. وكنشكر بزاف بزاف الجمعية اللي نظمت هذا الحفل هذا، ومرحبا بالجميع وشكرا والسلام عليكم.